مشروع المحافظة على التنوع البيولوجي ذو الأهمية العالمية والاستعمال المستدام لخدمات الأنظمة البيئية في الحظائر الثقافية بالجزائر بالتعاون مع الديوان الوطني للحظيرة الثقافية للأهاجار، تم القيام بجهود كبيرة لإدراج التراث البيئي والثقافي في السياحة، فتم اقتراح مشروع لتنمية السياحة البيئية الثقافية بالأهاجار المتمثل في قرى وحدائق الأهاجار الذي يتضمن على عدة مسالك سياحية بهذا الإقليم المتميز، من بينها دورة الأتاكور. التي تتضمن على مناظر طبيعية خلابة من بينها أجمل غروب وطلوع الشمس بالجزائر وحتى في العالم كذلك، وتتضمن على مواقع تاريخية وأثرية وتنوع بيولوجي متميز كالفهد الصحراوي. واليوم نتواجد هنا على مستوى إلامان كمحطة هامة جدا من هذا المسلك السياحي الذي يتضمن على جبل إلامان كثاني أعلى قمة بالجزائر. وكذلك عندنا مسجد إلامان الذي يعد من أقدم المساجد بالأهاجار. بتواجدي هنا مع اكتشاف هذه المواقع الخلابة أدعو كل الجزائريين وكل الأجانب لاكتشاف هذه المواقع والتي تكتنز على تراث بيئي وثقافي متميز، فمرحبا بكم في إلامان وفي الأهاجار كذلك.